السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعادة نصلو كامل على النبي. انا فاطمة، عمري 64 سنة. حبيت نحكي قصتي المؤلمة، وصراحة راح تكون عبرة للبنات نتاع هاد الوقت، وعلى بالي باللي بزاف منكم راهم رايحين يستفادوا، سورتو اللي عايشين في وسط ناس ما يخافوش ربي سبحانه. انا قبل ما نتزوج كنت عايشه في عائله بسيطه، يعني قسنا قسر روحتينا، ما عندناش وما يخصناش. والديا كانوا كل يوم مربينا على حاجه اسمها الدين، وبابا كان من هذوك الرجال بزاف مزيرين وماشي فاتحنا العين، ويما دائما دعموا في الكلام، والحمد لله خرجنا كامل نخافوه وتربيه حسنه. المهم جا واحد النهار اللي شافني فيه واحد الراجل، باش نختصر لكم قصتي، كان وليد فاميليا وعاقل بزاف، وبابا كان هو اللي جابهولي من طرف صاحبه. درنا الشوفة، وفي هذاك النهار كان طلب مني رقم الهاتف. كي خلاوني العائلة نتاعي مع هذوك الخمس دقائق، هو بروفيتا لوكازيون وما حبش يضيعها من يديه. قال لي ماذا بيا نعطيك النيميرو ولا انت تمديهولي باش نلقى كيفاش نتواصل معاك، وزيد حبيت نعرف عقليتك وما تفهميهاش حاجة واحدة أخرى، مش رح نتلاقاو كامل مع بعضياتنا. أنا يتمتم كتبتولو في ورقة وعطيتولو، وهكذا كنت خايفة من بابا بزاف. من بعد عشية كي كملنا كل شي صارحت يما وقلت لها ها هو شصرا، وتانيك هو اللي دوموندا، أنا خاطيني. شفت فيا وقالت لي شوفي ردي بالك ثم ردي بالك تتلاقاي معاه، راكي تعرفي الرجال نتاع هاد الوقت راهم ما ينحشموش، ومن حاجة لحاجة نولو في حلو ربط. المهم قعدت توصي فيا وتفهم فيا، وقالت لي أي حاجة تصرى ما بيناتكم احكيها لي وأنا ندبر راسي. أنا يما أصلا كانت كي شغل حبيبتي، ولا نقولكم نحكي لها كامل أسراري. أصلا ما عنديش صديقات، غير علاقات عابرة وفقط. المهم فوتت هذيك المدة وانا قاعدة غير معاه، حتى واحد النهار كان عايط لي وقال لي بلي نتلاقى. كيهدر لي هكذا انحشمت بزاف، واول حاجة درتها بطبيعة الحال رحت هدرت مع يما. كانت قالت لي ردي بالك منه يا بنتي، هذا باين راهو يلعب لك في اللعبة. المهم عيطت لي يما وتفاهموا على اتفاق انهم يسرعوا في الفيونساي ونديروا الفاتحة هكذا باش العرسان يولوا يحكم مع بعضياتهم كل شي حلال في حلال. فوتنا غير شهور قليلة، صح انا غلطت كي حكيت معاه، على بالي بلي حرام وش كنت ندير. حتى ولو ما غلطتش وما درت حتى حاجة يعني عيب ولا توطي الراس، بالصحة يجعل ربي يغفر لي، وما ننصحش اي بنت تدير علاقة محرمة. مراها كنا درنا الفيونساين تاعنا وفتحنا في نفس النهار، وبحكم كان باباه امام يعني هو اللي فتحنا، وكل شي فات مليح بيان سور مع حضور ولي الامر نتاعي وبزاف رجال يعرفوا في الدين. وهذاك اليوم كان اسعد نهار في حياتي، لانه وليت نشوف في روحي كبرت وراني رايحة نتعروس وندير دار وان شاء الله وليدات وعلى شلة. بالصح الفرحة نتاعي كانت تكوبات في اول نهار من عرسي. كمل لكم في الفيونساي واش كان صرا، وهادو كامل كانوا اشارات يبينوا لي بزاف صوالح وموراها باش وليت نفيق. راجلي في هذاك النهار كان جال عندي باش يلبس لي الخاتم، وتانيك باش نقسمو الباتيسري كيما كامل الناس. مالغريتو يعني كنت محترمه بزاف بابا ونقادرو ومحشومه منه، بصح يما هدرت معاه وقالت له عادي ادخل، وجينا باش نقسمو الباتيسري ويدير لي الخاتم. وتاني هذه كانت اول اشاره من عند لوستي اللي هي اختو، كانت كبيره في العمر وماشي متزوجه. انا من اول مره شفتها تعاطفت بزاف مع حالتها، ودائما كنت ندعي لها بالخير. بصح النفاق اللي كان فيها ما راكمش رايحين كاع تستناوه، وانا عن نفسي سميتها البايره الخبيثه، وراكم رايحين تعرفوا كلش، وعلى بالي ماكمش رايحين تلوموني. راجلي كي دخل كانت عجوزتي ولوستي قاعدين في المطرح اللي كنا كامل فيه. ايا شافت فيا وقالت لي اسمعي، كي يلبس لك راجلك الخاتم مديه لوستك تلبسو. وانا عن نفسي كانت قدامي اختي، اكيد هي الاولى اللي نعطيه لها، وتانيك كامل نعرفوا بعضانا، خياتنا سبق من واساتنا وهاد الحاجه مفروغ منها. مهم كنت قاعده في هذاك المطرح، جا لبس لي الخاتم وكل لي الباتيسري. من بعد اختي جات تجري لعندي، ايا مديت لها الخاتم من يدي وقدام الحاضرين كامل، داراتو هكا باش يكون فال زين عليها ويخطبوها مورايا. قالت لي بلي الله يبارك ومبروك عليك، ومداتو ليد لوستي باش حتى هي تجربو. لوستي شافت واحد الشوفه فيا تاع حقد، هبطت عينيها في الارض ودارت روحها كشغل ما شافتهاش. المهم حشمتها اختي، جات لعندي جابت لي الخاتم وزعفت راحت للشومبره لي من هيك. قعدت تما، من بعد عجوزتي نغزتني قالت لي ماشي قلت لك مديه لوستك قبل؟ قلت لها كيف كيف يما،
كي هادي كي هادي. وزيد بزيادة هاد الصوالح كامل راهم مكاتب من عند ربي سبحانه، إلى ربي كتب لها يجيها يجيها يجيها، وبالك تتزوج قبل ما نجي لكم أنا. هما حسيت باللي ما عجبهمش كامل الحال، ولو كان صابوا كيفاش يخرجوا في هذيك الدقيقة وما يعودوش يولوا. بصح فوتوا هذاك النهار غير بالتشناف، والهضرة ثقيلة وما يتجاوبوش معنا بسهولة. راح اللي راح وهما راحوا لديورهم. انا في هذيك العشيه حكيت لراجلي كل شيء وش وقع، وقلت له باللي اختك عكست اختي في وسط الجماعه على جال الخاتم نتاع الفيونساي، وزيد هذا راهو غير فال، ما راهيش حاجه رسميه باللي راهي رايحه تتزوج اوفيسيال. المهم انا قعدت نفرغ في قلبي وحكيت له كلش. راح تقولوا لي غلطة واش درتي؟ نقول لكم هذه أكبر غلطة، لأنه واش صرا في هذاك النهار واش زدت حكيت لراجلي كان هو السبب الوحيد في المعاناة نتاعي معاهم. أنا بديت نحضر كيما كامل العرايس، وحبيت ندير كاميرامان في عرسي هكذا باش يقعد لي فيديو ولي فوتو سيفونير شابين. وكيما على بالكم الواحد كيكون يصور بالتليفون ويجيب واحد متخصص في هادشي ماهمش كامل كيف كيف. وهاد الحاجة هي اللي كشفت لوستي على حقيقتها، والشي اللي دارته لي ما راهوش راح يتقبلوا العقل. انا فوت هادوك اليامات وقعدت كل يوم نحضر ونوجد، وراجلي مرات يجي لعندي للدار يجيب لي صوالح يخصوني. بصح كنت كل يوم نحكي له على دارهم ونقول له باللي كي يعيطوا لي في التليفون يقعدوا كل يوم يمعنوا ويتجبدوا لي في الحكايه نتاع الفيونساي. انا ما كنت نخبي عليه حتى حاجه، كنت نخاف يسمع حاجه من ولا من بعد يولي ديفو فيا. هو كان مع الاخر كي كان راح يجيبني عروسه بدا يتقلق من التصرفات نتاعهم، ولا يقبضهم ويقول لهم شوفوا على بالكم باللي هاد المراه راهي بنت الناس، وانا حبيت نكمل نصف الدين تاعي، ما تبداوناش بالمشاكل من دركا. بدا يتربى الحقد والكره ما بيناتنا، ولاو ما يعيطوليش في التليفون. قرب العرس نتاعي وكان أسوأ وأبشع نهار في حياتي هذاك هو. أنا لبست تصديرة عادي في دارنا ودرنا عشاء بالطبع، كل حق النهار اللي يجو باش يدوني فيه كانت الكارثة. لبست الكراكون تاعي وفوقه كان البرنوس، وصراحة السروال اللي كنت لابساته شلقة، يعني رجليا كامل من تحت يبانو، بصح البرنوس ساترني هاكو تعرفوا. خرجنا وكانوا جاو ثلاثة الواساتي ولوسي واحد، هو كان الكبير نتاع الدار كان يسوق بالطوموبيل تاع العروسة. كنت خارجة وتما وليت نحس في رجليا ينملو وما عرفتش كامل وش بيهم. انا دخلت للطوموبيل والحريق بداني، بديت نبكي ومانيش قادره نحركهم ونخبش ونحك فيهم غير من الفوق هكا. اصلا ما كنتش قادره نهبط راسي لتحت ونشوف رجليا علاش راهم دايرين هكذاك. مهم قعدت صبرا لهذاك الالم الرهيب. دخلوني لاصال موراها شربوني شويه حليب ومعاهم حبه تمر تقاسمناها انا وعجوزتي. من بعد ما زدت شفتهم خلاص كنت متمنيه لو كان خياتي حتى هما يشربوا منه، وعلاش لا. بصح عجوزتي كانت قافزه ورفدته وما بينتش كامل وين راه. مهم انا دخلت نجري وما جبتش الخبر حتى لقيت روحي نحي فيها داك البرنوس والكراكو باش نطلع على رجليا واش بيهم. لقيت صدمه حياتي، رجليا مشلفطين وفيهم كشغل واحد النقط حموره. لوستي هذيك اللي ماشي متزوجه وما تحبنيش كانت دخلت معايا باش تتاكد باللي العمله نتاعها راهي على اكمل وجه. خزرت وقالت لي واش بيهم رجليك دايرين هكذا؟ وقيله وحمه. قلت لها بعيد الشر، علاش عليا؟ ما على باليش وقيله اللطمان تاع العروسه هاكي تعرفي يصراو لهم الحوايج هكا. وانا نغلي في قلبي كون نصيب كيفاش نحاوزها. بصح نحشمت ما حبيتش ندير العيب من اول نهار عندي، وتاني ما كاين حتى حاجه رسميه تدل باللي هي دارت فيا هاد العمله. المهم انا قلت لها سمحي لي الا تقدري تروحي روحي، المشطه نتاعي دوك تدخل وهي تبدا تبدل لي. قالت لي ايه ما كاش مشكل. راحت وحسيت باللي الفرحه كانت في وجهها وتستشفى ماشي اللي كان وقع لي. وهاد الحاجه خلاتني لغيت شحال من لبسه من حوايجي، لبست غير القفطان وربا صواري واحده اخرى. كي شافوني الحاضرين هادوك هكاك قعدوا كامل يتهاوشوا عليا وحاروا كيفاش لبست لهم غير هذاك الشيء، مع العلم درت عرسي في لاصال. لوستي بقات تحشم فيا قدامهم وقالت لي باللي ايه هذه هي حالة القلي اللي ما عندوش، معليش ربي يفرج عليك ان شاء الله. وتانيك زادت حشمتني بكلمة انه خوها عطالي مهر بزاف، ما ناش عارفين وش درنا بالدراهم. ليسونسيال انا قعدت صابره الكامل كلام نتاعها، سورتو كي بداو يجوا عماتها وخالاتها باش يتصوروا معايا تهدر لهم هادشي هكاك عيني عينك وما نحشمتش حتى مني. عمتو شافتني باللي كنت مانيش قادره نهدر، قالت لي واش بك يا بنت
بنتي غير الخير، راكي تباني مقلقه. قلت لها شوفي رجليا ما على باليش بهم من تحت، وانا جبت شحال من لبسه وما قدرتش نلبسها على جال هذه الحاجه. المهم ان شاء الله يكون فيها خير وخلاص. شافت فيا وقالت لي يا حي عليا، صرات لبنتي هكذا، ناض لها واحد الحب في رجليها، هذا كاع تاع الترويص. العين راكي تعرفي، وسمانه راكي رايحه تريحي. هي تعاطفت معايا بزاف وكانت حسبت لها باللي تحرقت، بصح فهمتها واش كان صرا باللي الصبح ما كان بيا والو، وبين دقيقه ودقيقه شفت روحي هكذا. قالت لي شوفي فوتي النهار نتاع اليوم وموراها قولي لراجلك يجيب لك لعندي، وانايا نعطيك واحد العشوب وواحد الدواوات، راجلي راهو يروح لفرنسا ويولي ان شاء الله برك تريحي. كانت تبان باللي حنينه ومراه هايله، راحت وخلاتني. انا كملت كامل اللبسه، خرجت من هذيك لاصال وشيخي هو اللي جداني، وهما عندهم واحد العادات والتقاليد يجيبوا البرنوس نتاع الكبير في العائله وهذاك هو اللي نلبسه، يعني البرنوس نتاعي والكراكو كنت ما شفتهمش كامل واش كان صاري بهم. اطويتهم ولويتهم داخل الفاليزه وحطيتهم، رحت باش نفوت الليله نتاعي، وتماك اسرار اللي ما كانش كامل في الحسبان. راجلي كي شافني كيما هكذاك قال لي واش بيك هذا غير الخير تحرقتي؟ قلت له لا لا هذه ما كانتش فيا، بصح ملي طلعت في الطوموبيل وليت نحس بالحريق وكي خبشت رجليا صرالي هكذاك. هو شاف وحسيتو باللي مقلق وتنرفى وزعف، وكنا رقدنا بلا ما يصرى والو. حسيتو باللي متشنف من جهتي، كي نوضنا غدوه من دار شفت فيه والدموع قاعدين في عينيا. قلت له علاش عفت رجليا ولا واش كاين هذا؟ يا اخي على بالك باللي راهم هاد الصوالح يصراو للعرايس، وتانيك ما تتقلقش يومين ثلاث ايام وكل شيء يروح. شاف وقال لي ايه دوك نشوف. من بعد نولو في هضرات واحد اخرين، انا دخلني التوسويس ووليت نشوفك باللي انتي مرا ماشي بنت فاميليا. كيهضر لي هكذاك البكا ما قدرتش كيفاش نشدو، بديت نبكي وما عرفتش واش نواجبه ولا حتى واش نهضر معاه. الراجل بطبعه وبلا ما تقولوا لي باللي هذا ماهوش مليح، ولا نقولكم اي راجل يشوف منظر كيما هكذاك راهو رايح يتوسوس ويدير الف حساب وحساب في راسه. المهم تجوزت هذوك اليامات من اتعس الايام في حياتي، حتى ولو كانت داري وحدي وكنت مهنيه من هادشي، بصح راجلي كان بزاف صعيب وعقليته واعره، وكيشاف بلي هذوك الاثار ما راحوش من رجليا ولاو يبانو كيشغل حروق وباينين، فماك كان قال لي خلاص تاكدت بكل حاجه، وتانيك ردي بالك تزيدي تهضري معايا، واللي رقدي انت في شومبره وانا في شومبره حتى يلحق النهار وين نتفارقوا ولا كش ما يصرى. الكلام نتاعو كاع جرحني وحسيت باللي دمرت، وزواجي واللحظات الجميله اللي كنت شحال وانا نحلم بهم تبخروا بين دقيقه ودقيقه. ولو كان راكم رايحين تعرفوا شكون وكيفاش داروا لي هكذا راكم رايحين قاع تتشوكاو، وانا ما رانيش نهدر من راسي، كل حاجه بالدليل. كاميرامان كانت ما بعثت ليش لي فوتو، عيطت لها قلت لها سمعي راكي طولتي عليا. جاوبتني وقالت لي لا غالب هاكي تعرفي الفتره هذه راهي الصيف وعندي عرس بزاف قبلك، زيدي صبري ليا يامات راني رايحه نجيبهم لك حتى للدار. رامي فوتو في اليامات وانا قعد الفيد مقطعني، ولو كان راني رايحه نقولكم صوالحي تاع العرس كنت مازال ما ميم با ما فرستهمش، وهذا كامل من الضغط اللي كان دايره لي راجلي على جال هذوك الحروق اللي كانوا في رجليا. جبت اول فاليزه كانت فيها كامل تسطيره ومكرفصه ومحطوطه، بديت نجبد غير بالعقل، علقت الحاجه اللي تنحط في الخزانه والحاجه اللي تنغسل، بديت نرفد فيها ونديها للماشينه، حتى نتفاجئ ونتخلع باللي الكراكو نتاعي والبرنوص اللي كنت لابستهم كي كنت خارجه من دارنا كامل كشغل مقطعين من تحت وفيهم واحد الثقوب. عيني قريب خرجوا والدم منشف في عروقي، وليت نفكر بلي هاد الامور كامل سحر وشعوذه وبسببهم راني في الحاله هذه مع راجلي. بديت نعيط ليما ونقول لها بلي لازم نتلاقى ونروحوا للراقي. حكيت لها كامل قصتي مع راجلي والصوالح اللي كانوا وقعوا في رجليا، هما كانوا عارفين بصح كانوا دايرين في بالهم بلي حاجه تاع ترويص وصاي. اول حاجه درتها هي حكيت لراجلي كل شيء هكذا باش يعرف واش كان صرالي. هو صدقني وبدا حتى يجري معايا عند الروقات وكاع، وكنا فوتنا الليله نتاعنا وكل شيء تعدل معاه،
بصح قعد التساؤل اللي مازال ما تخرج في راسي، علاش هاد لي سيكاتريس ما حبوش يروحوا؟ موراها بيامات قليله كانت عيطت لي حبيبتي، قالت لي روحي تدي صوالحك، السيدي ولي فوتو راهم كامل واجدين، وحتى درتهم لك في البوم باش يقعدوا لك دي سوفونير مع راجلك. في هذاك النهار انا كنت في دارنا، قلت معليش نشوفه هنا معاهم حتى اللي نروح لعند راجلي ونبلاسيه في التلفزيون ونتفرجوه كامل مع بعضياتنا. ركبته وفتحت الكاميرا وكانت اكبر صدمه نشوفها في حياتي. يا البنات وش نقولكم، لوستي اللي سميتها البايره اسم مستحق عن جداره، وما تستهلش انها تتزوج لانها اخبث انسانه فوق الارض. كانت رافته واحد القرعه ومن الفوق كان كشغل بوكي تاع النوار. يعني هي اصلا كي جات تديني قالت لي هادو من عوايدنا، ندخلوا لعندك بالورد ونخرجوا بالورد هكذا باش تقعدي كيف النواره في دارنا، وهذه من عاداتنا وتقاليدنا. وانا ما عرضتش كامل الفكره ولا حتى توسوست منها، بصح كي شفت في الكاميرا كل شي بعيني وعند الخروج من الباب نتاع الدار قعدت ترش فيا من التحت. مهم انا بقيت غير نزومي ونعاود باش نتاكد باللي هذه لوستي الغداره اللي دارت لي كيما هكذا. من نهار تزوجت عندهم وانا حستها باللي هي تغير مني، بصح ما كنتش مبين لراجلي ولا حتى نحكي له واش كان يوقع ما بيني وبينها. كنت نقول معليش اي وحده تكون كبيره في العمر راهي رايحه تتاثر بوحده كي تتزوج، تتمنى لو كان حتى هي دارها، وكنت نتمنى لها الخير. بصح من هذاك النهار وليت نشوفها اكبر عدوة ليا، ورحت لراجلي خبرته بكامل الشي اللي كنت شفته ووريت له كلش. بدا يقول لي لا لا ما راكيش تشوفي مليح، راهي رافدة بوكي تاع النوار. هي كانت بصعوبة باش نشوفوا الحاجة اللي كانت تديرها لانها كانت مخططة مليح مليح وعارفة بلي راني دايرة كاميرامان ودارت كامل احتياطاتها باش ما نفيقولهاش. بصح كلمة الحق دايما تطلع في العلالي. بعد مدة رحت للطبيب نتاع الجلد باش نداوي على رجليا بسبب هادوك الندبات اللي كانوا قاعدين، وكنت حكيت له كاع واش صرالي في العرس هكذا باش يعرف الضر اللي بيا، وهو كان صدمني وقال لي باللي المادة اللي ترشت عليك راهي خطيرة بزاف ونقدر نقول لك اسمها لاسيد. هنا تفهموا باللي الغيرة والحقد اللي يكونوا ما بين المرأة والمرأة يقدروا يلحقوا للموت. كانت حابة تشوهني وتخلي حياتي ضايعة مع أخوها لأنها تعرف عقليتهم مليح مليح باللي صعيب ومقلق. المهم أنا كي حكيت لعجوزتي كانت قاتلي الحكاية هذه مكاش منها، ولوستي كانت قاتلهم باللي راهي دايرة فوتوشوب ودارت تصور بالعاني باش تتهمني بهاد الحاجة. انا وكلت ربي سبحانه عليها، وراجلي كان طلب مني السماح وقال لي هذيك الليله اللي كنت اتهمتك وقلت لك باللي كنت ديري صوالح ماهمش ملاح وكاع اسمحي لي عليها. المهم معامله نتاعو ولات بزاف مليحه وندم على هذيك الحاجه. اما بالنسبه لعلاقتي مع ناس داري قطعتها من هذاك النهار اللي فقت فيه بالحاجه اللي كانوا داروها لي، وكيما قلت لكم نعاودها لكم، لوستي البايره اللي ما تستاهلش انها تتزوج.